قلبي جذور تتوغل، كلمات تقلب الجهل نجوما فتأمل. إذاعة القرآن الكريم تنقلكم عبر أثيرها إلى رحاب القرآن الكريم والسنة المطهرة، شمعة تضيء لكم في دجى الليل البهيم، ودليل يهتدى به إلى الطريق المستقيم. إنها القول الطيب الذي يبدد ظلمات الباطل ويضيء أنوار القلب في هزيع الليل الطويل. تنقلكم إلى عالم من العلماء واسع ورحيب، إنها معهد في كل بيت وعالم لكل من يبتغي العلم. إنها الوسيلة التي تؤنس وحشة القلب وترطب وجدان الغرباء في ليل المهجر البعيد. إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني. إذاعة القرآن الكريم من الإذاعات التي أستمع إليها دائما في هنا في أستراليا، وبحمد الله يوجد كفاءات جيدة من المذيعات في هذه الإذاعة. البرامج أيضا التي تقدم برامج فيها توعية وإرشاد للمسلمين عامة، تناسب أذواق الأطفال، الشباب، كبار السن، المرأة. فهناك تشكيلة من البرامج تشدني دائما إلى هذه الإذاعة، رغم أنه الراديو صغير الذي أحمله معي، لكن دائما أحاول أني أضعه في السيارة حتى أسمع البرامج باستمرار. تعجبني البرامج بشهر رمضان، برامج جميلة جدا، المسابقات التي تقدم، الفقرات الرائعة الدينية التي تقدم. فأتمنى لجميع العاملين والعاملات في الإذاعة، المذيعات، وأنا أعرف كثير منهم يعني يقضوا وقت في الإذاعة، هم متطوعين متطوعات في الإذاعة، جزاهم الله خيرا على الجهود اللي يقوموا فيها في سبيل نشر راية الإسلام وتوعية المسلمين بأمورهم الحياتية وأمورهم الدينية. ووفقهم الله، ونتمنى لهم في عيد الإذاعة كل التوفيق والتقدم دائما. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، تحافظ على الهوية الإسلامية داخل أستراليا. أنا حدثت من متابعين للبرامج الإذاعة القرآن الكريم، وتعجبني كثير من البرامج الهادفة والثيرة، وأنا أشكر العاملين على ذلك وأشكرهم. اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. حقيقة إذاعة القرآن الكريم تعليني أنا شخصيا في هذا البلد. الولد الرابع في أسرتي، عندي 3 أولاد، والولد الرابع هو إذاعة القرآن الكريم. فبما أنه أنا أطمئن على أولادي حتى يناموا، ثم أطمئن على ولدي الرابع فأغلق المذياع، فهي ولد رابع يعيش معي في بيتي، فرد من أفراد الأسرة.
أصبحت جزء لا يمكن أن نتخلى عنه. وفترة من الفترات كنا نفارق هذا الولد لما نغادر البيت، لكن الحمد لله حاليا بفضل الله سبحانه وتعالى الولد الرابع مستمر معي حتى في السيارة، موجود معي حتى خارج البيت. فهذه قيمة إذاعة القرآن الكريم، وقد تكون أكثر عند الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. السلام على عباده الذين اصطفوا. حقيقه اذاعه القران الكريم هي الامل في هذه البلد، الامل للمسلمين جميعا، الامل للجاليه، لانها هي التي يعني منوط بها دور الاجيال التي تعيش في هذه البلاد وحمايتها من الثوبان ومساعدتها في الاندماج الصحيح المثمر في هذه البلد وتقديم صوره الاسلام الحقيقيه للمجتمع الذي يعيشون فيه. لان بغير هذه البدايه على شك خطر على اولادنا وخطر على علينا نحن، وخطر على عقيدتنا وخطر على ديننا الكبير، خصوصا نحن في بلد تتزحم فيه الافكار وتتصارع فيه الافكار، فامر ليس بالهين. ونتمنى ان الله تبارك وتعالى ان يحفظ هذه البدايه ويحفظ القائمين عليها ويعينهم ويسهل لهم الامور، ونسال الله تبارك وتعالى ان يسلمك الى الجزاء. فؤادك يا إنسان كلمات الله الرحمن، نور فؤادك يا إنسان كلمات الله الرحمن، معجزة الهادي العدنان منهاج في كل زمان، معجزة الهادي العدنان منهاج في كل زمان. القرآن القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم الشارك بالإذاعة ومعمر الإذاعة بيوتنا وقلوبنا ذات القرآن الكريم. بشكر كل اللي ساهموا بالإذاعة وهالبرامج الحلوه، بالاخص الأذان بيرفع بيملا قلوبنا. الحمد لله رب العالمين. اولادنا بيشاركوا بالقرآن، برامج القرآن بنتي كان عمرها 7 سنين وبتشارك، والحمد لله المحبين القرآن. والله يا ربي كل أولادنا يمشوا على طريق المستقيم إن شاء الله، ويخلينا هالإذاعة تعمل بيوتنا وقلوبنا يا رب كل المؤمنين المسلمين. والحمد لله رب العالمين على كل شيء. قارئ القرآن شعاع من الفجر في نظريه، على مصحف النام في راحتيه، شعاع من الفجر في نظريه، على مصحف النام في راحتيه. تغنى بصوت ندي رخيم، تغنى بصوت ندي رخيم، ودمع الخشوع على وجنتيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا طاهرا زكيا، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كرم الله على العبد أن يستخدمه لدينه، فربنا سبحانه وتعالى راضي عنه يستخدمه لدينه. والحمد لله والشكر لله، لقد من الله علينا بأنه أكرم رجال مخلصين من أهل الجالية هنا، ان هم يقدروا ويقوموا بعمل، والعمل ده كان عمل جبار اللي هو إذاعة القرآن الكريم. من حوالي 12 سنة الحمد لله والشكر لله ربنا أكرمنا بأن العمل ده طلع للناس وبقى جزء من حياتهم اليومية. طبعا ما أقدرش أقول لكم إذاعة القرآن الكريم تعني قد إيه. إذاعة القرآن تعني كل حاجة ليا، يمكن أنا بعيش بيها وليها ومعاها.